كم من شباب الإسلام ينطلقون في خدمة زملائهم ولا يخدمون آباءهم ولا أمهاتهم. كم من شباب الإسلام يعرضون عن قضية بر الوالدين، يحتاج والده أن يوصله إلى السوق، أن يقضي حاجته، أن ينفق عليه، ويعرض عنه يمنة ويسرة. وإن ذلك يشتد إذا احتاج الوالد، إذا دق عظمه واشتعل رأسه شيبة. رأينا بعضا من الآباء يبكون حين يتكلمون عن أبنائهم لما يرون من العقوق والإعراض وغير ذلك. هذا بر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بأمهاتهم وبآبائهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يروي لنا قصة أخرى في بره رضي الله عنه وأرضاه. يروي لنا الإمام الذهبي وابن عساكر في تاريخ دمشق وابن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: خرجت يوما من بيتي إلى المسجد فوجدت نفرا من الصحابة فقالوا لي: ما أخرجك يا أبا هريرة؟ قلت: والله ما أخرجني إلا الجوع، ما أجد ما آكل. قالوا: ونحن والله ما أخرجنا إلا الجوع. قال: فقمنا فدخلنا على نبي الهداية صلى الله عليه وسلم الذي يحوي المساكين وينفق عليهم ويبش في وجوههم ولا يتكبر ولا يستهزئ بهم ويتنقصهم صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بكم هذه الساعة؟ قال: فأخبرناه وقلنا: يا رسول الله، ما جئنا إلا من شدة الجوع. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بطبق فيه تمر، وإذا بهم عددهم كثير ولا يكفيهم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كل صحابي تمرتين تمرتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليشرب كل واحد منكم على تمرتيه قليلاً من الماء أو معه من الماء، فإنها تكفيه يومه بكامله. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، انظروا إلى قضية البر، أكل تمرة وخبأ تمرة. قال له النبي وهو ينظر إليه: يا أبا هريرة، لمن خبأت هذه التمرة؟ قال: يا رسول الله، تركت أمي جائعة وإني خبأتها لها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: يا أبا هريرة، كل تمرتك ونعطيك لأمك تمرتين. ونتساءل فنقول: أين هذه السير؟ أتجدونها في سير المطربين؟ حاشا لله وكلا. أتجدونها في سير أهل الرياضة والمجون والخنا وأهل الزمر والفجور والمعاصي؟ أبدا والله. إن أجيالنا في حاجة إلى أن ترتبط بهذه السير لتجسد ذلك الدين تجسيدا واضحا كما جسده أولئك الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. وقاعدة خذوها: إن من يعيش عبادة معينة أو يعمل في بر معين إنه يعرف الطريق الموصل إليه. فأبو هريرة عنده بر الوالدين متمثلا واضحا رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا يهدي للأمة وصايا جامعة، وصايا نافعة من أقواله رضي الله عنه في بر الوالدين وأفعاله، أنه رضي الله عنه أبصر رجلين يمشيان، فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ قال: هذا أبي. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: لا تسمه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبل أن يجلس في المكان. كم من الآباء لا يعرف الأبناء لا يعرفون هذه الآداب. ويقول لنا كذلك، يروي لنا الإمام ابن الجوزي في كتاب بر الوالدين عن أبي غسان الضبي أنه خرج يمشي بظهر الحرة وأبوه يمشي خلفه، الابن متقدم والأب في الخلف. فلحقه أبو هريرة وناداه فقال له: من هذا الذي يمشي خلفك؟ فقال: هذا أبي. فعتب عليه أبو هريرة أشد العتبة وقال له: أخطأت الحق ولم توافق السنة، أخطأت الحق ولم توافق السنة، لا تمشي بين يدي أبيك، ولكن امشي خلفه أو عن يمينه، ولا تدع أحدا يقطع بينك وبين أبيك، ولا تأخذ عرقا أي لحما مختلطا بعظم اللحم الطيب
لا تأخذ عظما هذا الذي فيه اللحم الطيب، نظر إليه أبوك فلعله يريده. ثم قال له رضي الله عنه: فلعل أباك قد اشتهاه، ولا تحد النظر إليه، ولا تقعد في المجلس حتى يقعد، ولا تنم حتى ينام والده. أين هذا الأدب؟ كم من شباب الإسلام ينفضون أيديهم في وجوه آبائهم وأمهاتهم، بل ربما يوجد من بعض الأخيار هداهم الله كلمات نابية ويتقزز ويتأفف من كلمة يأمره بها والده أو يحسن إليه فيها، يطلب منه نفقة، يطلب منه إيصالا إلى مكان، يطلب منه إحسانا، يطلب منه برا، وتجده معرضا عن والديه. فنقول رويدج: هكذا كان بر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نجد هذا الدرس الأخير العظيم من حياة أبي هريرة هو نواة هذه المحاضرة، قصة رواها لنا الإمام الذهبي في سير أعلامه، وأصلها في صحيح مسلم. وقال الإمام الذهبي إن سندها حسن. تلك قصة قرأتها فقدحت في نفسي هذه المحاضرة، نرويها لكم لنرى أنها عجباً هذه القصة، وسنأخذ منها 11 درس من هذه القصة، قصة عظيمة تسطر بماء الذهب للأجيال إلى قيام الساعة، وسطرت في تاريخنا، وأردت أن أنقلها لشباب الصحوة ليتأسوا بهؤلاء الأخيار. يقول لنا أبو هريرة رضي الله عنه: والله ما خلق الله مؤمناً يسمع بي إلا أحبني. فسأله أحد التابعين، قلنا له: وما عملك بذلك يا أبا هريرة؟ قال: إن أمي كانت مشركة، وكنت أدعوها إلى الإسلام، ولكنها تأبى علي فما تريد. دعوتها إلى الإسلام فأبت، ودعوتها إلى الإسلام فأبت، ودعوتها إلى الإسلام فسبت النبي صلى الله عليه وسلم، فأسمعتني في النبي شيئاً أكرهه. فرجع أبو هريرة رضي الله عنه من أمه إلى النبي باكياً حزيناً. هكذا ترتبط أفراد الأمة بقياداتها، يرتبطون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي: يا أبا هريرة ما لك تبكي؟ قال: يا رسول، دعوت أمي إلى الإسلام فأبت، ودعوتها فأبت، ودعوتها فأسمعتني فيك شيئا أكرهه، فبكيت حزنا، كيف تجرأ أن تسبك يا رسول الله؟ ولكن يا رسول الله، أدعو الله أن يهدي قلبها، أدعو الله أن يهديها للإسلام. رفع النبي صلى الله عليه وسلم أكفه لربه فقال: اللهم اهد أم أبي هريرة، اللهم اهد أم أبي هريرة، اللهم اهد أم أبي هريرة. يقول أبو هريرة: فاستبشرت عند ذلك، وعدوت إلى أمي مسرعا لأخبرها أن الذي سبته إنه يدعو لها بالهداية ويدعو لها بالصلاح والخير. قال: فدخلت إلى البيت، وإذا بي أسمع خرير الماء، أسمع خرير الماء. فقالت لأمي: دونك يا أبا هريرة. وإذا بي أجد أمي لبست لباسها، وإذا بها تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول أبو هريرة: فما تكلمت بكلمة، بكيت ثانية ورجعت للنبي، بكيت ثانية ورجعت للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما رآه النبي قال: يا أبا هريرة ما لك تبكي وأنت ذهبت مستبشرا؟ قال: يا رسول الله، إن أمي أسلمت وإني أبكي من شدة فرحي بذلك الإسلام. وهذا يدلنا على أن المسلم إذا وجد شيئا يفرحه قد يصاب بالبكاء من شدة الفرح، ليس البكاء للمصائب ولا غيره. أبو هريرة رضي الله عنه يريد أن يزداد من الخير، دعا النبي لأمه فوقعت الإجابة، فقال: يا رسول الله، قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني وأمي إلى عبادك المؤمنين. فرفع النبي أكفه مرة أخرى
وقال النبي: اللهم حبب عبيدك هذا، تصغير للتمليح والاستحسان، اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين. يقول أبو هريرة: فوالذي نفسي بيده ما خلق الله مؤمنا يؤمن بالله واليوم الآخر إلا أحبني وأحب أمي. ونقول لأولئك الذين يقدحون في أبي هريرة ويسبونه من طوائف المبتدعة وغيرهم رويدا: إنه ينتفي عنكم الإيمان بمقتضى هذا الحديث. هذا الدرس العظيم وهذا الحدث حدث عظيم، نأخذ منه 11 درسا. أولها الدعوة إلى الله تعالى. أليس أبو هريرة انطلق داعية في أمه؟ وهكذا ديدن الصحابة جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم، يرون أن سعادتهم وهمهم كله مرتبط بدينهم، لا هم لهم إلا هذا الدين أن يكثر أتباعه، فإن نام نام وهمه دينه، وإن استيقظ استيقظ وهمه دينه. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم منهجا عظيما: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ دين الله، وأصبحت هذه المهمة ليست كحالنا نحن، كثير من الناس يظن أن الدعوة خاصة بالعلماء وطلبة العلم. فنقول رويدا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة رجالا ونساء صغارا وكبارا: بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أوعى من سامع. ونتساءل فنقول: أليس كل واحد منا يعرف حكم الغنى، حكم الربا، حكم التبرج والسفور، حكم مجالسة الأشرار وغيرهم؟ لما لا نبلغ هذا الشيء وننصح الناس وننطلق دعاة إلى الله تعالى هنا يمنة ويسرة؟ وكم من الناس يتنصلون عن هذه المسؤولية. فنقول رويدا: من أين جاءنا هذا المنهج؟ والصحابة كلهم دعاة صغارا وكبارا رضي الله عنهم وأرضاهم. الدرس الثاني من منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الدعوة في الأقربين، وتؤسس في ديننا نحن في بداية مكة، إذ يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. وتلكم القرابة تكون أولا في النسب. كم هم من شباب الإسلام ينطلقون يدعو يمنة ويسرة، ربما تجد بعض الشباب يترك أبناء عمه وإخوانه في بيته بعيدين عنه وهم في المعاصي والظلمات، وينطلق داعية إلى الله شرقا وغربا وينسى الأقربين عنده. وأساليب الدعوة كثيرة، عن طريق الكتيب وعن طريق الشريط وعن طريق الكلمة الطيبة. إن تلك القرابة ليست مخصوصة بقضية النسب وحدها، هناك قرابة العمل، فإن نجد الإنسان يحب زملائه في العمل ويأنس بهم ما لا يأنس بالأبعدين. فوجب عليك أخي الموظف أن تكون داعية في أوساط زملائك، في كل شهر أهدي إليهم شريطا إسلاميا، في كل شهر أرسل إليهم كتابا صغيرا ووزعه على زملائك في العمل. وكذلك تدخل فيها قرابة البلد، ولست أعتب على أحبة الدعاة الذين ينطلقون دعاة إلى الله شرقا وغربا، لكن ينبغي أن ننطلق في مجتمعنا وفي منطقتنا التي نحن فيها، نصبح دعاة إليها وهكذا ترونها واضحة. هناك قرابة أخرى، قرابة الجوار وقرابة المسجد. كم من الناس يصلون في المسجد ربما لا يعرف بعضهم بعضا، وربما يمرض جار المسجد ويموت ولا يعرفون به إلا بعد أسبوع أو أكثر. أين منهج النبوة في الدعوة إلى الأقربين ومن نكون ملتصقين به؟ من الدروس كذلك الاستمرار في الدعوة إلى الله تعالى، وذلك يتمثل في أمر مهم. أليس أبو هريرة رضي الله عنه دعا أولا في اليوم الأول، ثم دعا ثانيا، ثم دعا ثالثا، ما انتهى؟ كم من الناس هداهم الله ينطلق فيلقي كلمة، رأى شخصا عليه معصية أو أخله عنده منكر، كلمه كلمة ثم قال: هذا قد طمس على قلبه لن يهتدي أبدا. من يقول لك هذا؟ أبو هريرة رضي الله عنه يلح إلحاحا شديدا،
فبمقدار حبك لذلك الشخص استمر في الدعوة إلى الله، واستمر في نصحه وتوجيهه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف اليأس، ولما جاءه ملك الجبال ليطبق أخشبي مكة على أهل مكة لينتهوا عن بكرة أبيهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله تعالى. دعوتي يجب أن تتكرر في كل مناسبة وفي كل مكان وفي كل موقع، لأن القلوب لها إقبال وإدبار، والظروف تختلف، فكلما جاءت مناسبة انطلقت ناصحا وموجها. من الدروس، ونحن والله في حاجة إليه، درس مهم عظيم جدا، وهو خلل عندنا نحن. هذا الدرس يجب علينا أن نتأثر، يجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتأثر إذا تعرض لدين الله تعالى، أو تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تعرض لدعاء دعاة الإسلام، لأن دعاة الإسلام هم حملة هذا الدين الذين يبلغونه للناس، إنهم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإنا لنتساءل فنقول: كم من المنكرات تنتشر في عصرنا، وكثير من الناس كأن لم يكن شيئا حدث في المجتمع. كم من دعاة الإسلام شرقا وغربا يتعرضون للسجن والتعذيب في بلاد العالم الإسلامي، وكم من الناس يبقون متفرجين لا ينظرون إلى شيء، وأصبحنا نعيش حياة التفرج. ولعل الله أن ييسر محاضرة التي وعدت قديما بها سميتها المتفرجون، لنعطي صورا من تفرجنا في مجتمعنا نحن، تفرج نأثم عليه، وربما نعاقب على ذلك التفرج تجاه هذه الأحداث التي تحدث في مجتمعنا. كم من الحداثيين والعلمانيين يكتبون في صحائفنا ويكتبون في مجلاتنا وجرائدنا، ومع ذلك بعض الناس يقول إنكم تهولون شأنهم وإنكم تعظمون خطرهم. لا إله إلا الله، كم نحن في حاجة لمعرفة هدي أولئك الأخيار رضي الله عنهم. أبو هريرة لما سمع سب النبي ذرفت عيناه بالدمع حرقة على دين الله. أين نحن من هذا الاحتراق؟ وما عنا ببعيد منذ فترة لما خرج الاكتتاب في بنك الربوي، تسابق الناس له زرافات ووحدانا، أين الذين تأثروا؟ ولكني أقول: من المسلمين من ذرفت عيناه بالدمع حرقة، إذ يؤمر الناس كلهم أن يعلنوا الحرب على الله ولرسوله ليكتتبوا في هذا البنك. ثم نقول: كم نرى من المجلات في عصرنا وأجهزة الإعلام فيها من الصور والمفاسد لا تتأثر قلوبنا؟ كم نمر على البقالات نرى فيها من الصور في المجلات الهابطة والساقطة، من منا قام بنصحهم وتوجيههم وتبيين الحق لهم؟ وإنا لنحن في حاجة عظيمة، إنه درس مهم. إخواننا المسلمون يقتلون شرقا وغربا، يذبحون كذبح النعاج، من منا تأثر لهم وذرفت عيناه بالدم؟ يحتاجون إلى دعم مادي، ومع ذلك نقصر نحن في دفعنا لهم ولا نبذل لهم. أين نحن من التأثر إذا تعرض لدين الله تعالى؟ في يوغوسلافيا تعلمون وما ترون وتشاهدون، يفتك بالمسلمين ليقضوا على دين الله إطلاقا، ما يريدون أن تصبح في أوروبا دين يعلن فيه لا إله إلا الله. إن مسؤوليتنا نحن والله المسلم، مثل المؤمنين في توادهم، أليس كمثل الجسد؟ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والله إنا لنجد في أنفسنا دخن وفي إيماننا خلل، إذ ننام ونضطجع ونجلس ونتكلم ونتبسم ونأكل ونشرب، وإخواننا يذبحون شرقا وغربا في أصقاع الدنيا. أين مواساتنا نحن معهم؟ هذا الدرس العظيم من دروس الصحابة رضي الله عنهم، إذا تعرض للمسلمين أو تعرض لدعاة الإسلام. من الدروس كذلك أن الداعية إلى الله والمسلم لا ينتصر لنفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره
أبو هريرة رضي الله عنه أن أمه سبت النبي ما سبها النبي صلى الله عليه وسلم، وما تهجم عليها، بل دعا لها بالصلاح والتقوى، فإن المسلم لا ينتصر لنفسه أبدا. ولهذا حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن حال نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام أنه شجه قومه بالحجارة وسال الدم على وجهه وهو يمسح الدم ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الدماء تنزف من قومه وجراحاته لها ألم، ولكنه يدعو لهم بالصلاح والتقوى. وهكذا كل مسلم لا ينتصر لنفسه أبدا. وقصة مؤمن آل ياسين، أليس قتله قومه كما ذكر الله لنا في سورة ياسين؟ ولما دخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون. قتلوه هم، ما دعا عليهم، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. ومن الدروس كذلك درس عظيم مهم وسلاح لأهل الإيمان قد أغفلوه، إنه الدعاء، فهو من أعظم أسلحة الأمة المسلمة التي أغفلته في عصرنا، وهو سلاح يستعمل في سائر المجالات. نستعمله في هداية الناس فيهتدون، نستعمله في حال المرض فيشفون، نستعمله في حال الظلمة والطغاة فيقضى عليهم ويقسمون، نستعمله في كثير من أمور حياتنا ومجتمعنا فينفع الله به. فنقول: كم هم الطغاة والظلمة الذين أهلكهم الله بدعوة الصادقين، بدعوات صادقة من القلب. فسعيد بن جبير دعا على الحجاج لما أراد قتله، قال: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. فما مكث الحجاج بعده إلا أياما معدودة فأهلكه الله. وقصة مشهورة، جاء أحد السلف لأحد الحكام فقال له: اعزل عنا خليفة بلدنا فإنه ظالم. نظر إليه وإذا هو رث الهيئة: من أنت حتى تأمر بعزل الأمير في هذا البلد؟ فقال: والله ما نعزله. قال له هذا العبد الصالح: والله إن لم تعزله فإنا لنرسلن نغزونك بجنود في جنح الليل ما تعلم متى تصله. فظن الخليفة أنه قد أعد جندا للإنقلاب وغيره، قال: وما أعددت؟ قال: نقوم في ظلمة الليل فنرسل عليك سهاما لا تخطئك أبدا، لا تخطئك أبدا. هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من سائل؟ فيجيب الله سؤلهم. كم هي المجتمعات التي أهلكت بدعوات الأخيار؟ نوح عليه الصلاة والسلام أليس قال: إن رب إني مغلوب فانتصر؟ فأهلك الله الأرض عن بكرة أبيها، ولم يبق إلا من كان يحمل الإيمان، سفينة التوحيد والإيمان هي التي نجت. وهكذا في المرض دعوات صادقة فيشفي، أليس الصحابي قال: يا رسول الله إني أجد آلاما فاستعملت العلاج فلم أجد؟ قال النبي له: ضع يدك على الذي يألم من جسدك ثم قل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات فإنك لا تصب بشيء. دعاء صادق من قلب مقبل. يقول الصحابي: فوضعت يدي على الذي يألم في صدره في رأسه في قدمه فقلتها فبرئت كأن لم أصب بشيء. دعوات صادقة سلاح، أين نحن من استعماله؟ وهكذا في هداية الناس، أليس النبي قال: اللهم اهد أم أبي هريرة؟ والهداية تنزل من السماء، مجرد الطريق يصل أبو هريرة وإذا هو يسمع كلمة التوحيد تعلن من أمه لتنتقل من النار إلى الجنة. وهذه دعوات استعملها النبي، أليس النبي قال: اللهم أعز الإسلام، كما ثبت عن النبي بسند حسن، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، وأعز الله هذا الدين بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. أليس النبي دعا لدوس: اللهم اهد دوس وأتني بهم؟ دعوات صادقة فأجاب. وكلكم يعلم، ولعلي أذكرها دائما،
قصة واقعية لأحد الشباب استقام على دين الله. بالأمس ما كان يفتح بيته لصلاة فجر ولا غيره، يغط البيت بكامله مع والده وإخوانه بنوم عميق، وما كانوا ينظرون إلى المحرمات ويسمعون الزمر والطرب وغيره. استقام أحدهم تعرف على رفقة صالحة، فأصبح البيت يفتح لصلاة الفجر، وأصبح البيت ينكر عليهم شيء من المعاصي. بالأمس كان يجلس فيسمع مع والده الزمر والطرب والمعصية وربما شارك سوياً، بالأمس يجلس مع والده في مجالس فيها غيبة ونميمة، بالأمس ربما ينظر على إخوانه شيئاً من المعاصي ويسكت. الآن بدأ يوجه دينه يأمره بالدعوة، فأصبح ينكر. تضايق الوالد من ابنه فقال: جئت بدين جديد؟ وسبه وشتمه وربما طرده من البيت وطرد زملائه. الابن حاول مع والده فلم يستطع، لكنه علم بأن له ربا يقول: أمن يجيب المضطر؟ علم بأن له ربا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم عقد العزم في ليلة من الليالي أن يقوم وقت نزول الرب، إذ يقول: هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ وقبل الفجر بقليل يقوم فيدعو ربه لأبيه، يدعو ربه لأبيه: اللهم اهد والدي، اللهم افتح على قلبه، اللهم حببه إلى الإيمان والخير. وتكون النتيجة بعد ذلك. يدخل الأب إلى البيت في آخر الليل، وإذا بالابن يلح على ربه بدعوات صادقة، ذرفت عيناه بالدمع فبكى مع هذا الدعاء الحار. ودخل الوالد إلى البيت وإذا هو يسمع داخل البيت بكاء، لعل الزوجة مرضت، لعل بنت مريضة، لعل أحد الأبناء، يجوب في البيت ليسمع هذه الدعوات، ليسمع هذا البكاء. وإذا هو يسمع البكاء من غرفة هذا الابن الصالح، وقف ليتصنت ما الذي يبكيه، وإذا هو يدعو لوالده بالصلاح والتقوى ويلح على ربه في الدعاء. اقشعر جلد والده وذرفت عيناه بالدم.